نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. اتكلمنا مرة فاتت عن مجموعة حاجات، ألا وهي الوظائف. ازاي نبدأ نحلل ونعرف احتياجاتنا وتخبيراتنا لأي شركة احنا محتاجين منها قد ايه وبنعمل فيها ايه، وبناء عليه خدنا مجموعة حالات وتعلمنا ازاي نقدر نعمل تقدير لنوع العمال اللي احنا محتاجينهم خلال 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، وخدنا اكتر من اسلوب من نسب ومن ضمنهم تحليل الاداء وعدد ساعات العمل، كان في اكتر من اسلوب. عشان كده النهاردة هنبدأ نشوف التاسكات اللي انتوا خدتوها ايه الحل الانسب ليها وايه الهدف من كان كل سؤال. بس قبل ما نبدا دوت تعالوا نشوف مع بعض فيديو ونشوف بعدها هنعمل ايه. When sporting teams and work teams have plans to improve themselves or simply have a vacancy, the coach or manager usually calls in a specialist to find new talents. In companies, that specialist is the HR or human resources manager. HR staff kick into action and start the search for interested recruits. Recruiting is a huge part of making great teams. From the group of wannabes, HR staff use their knowledge and experience to find the best person for the job. HR managers are a vital link in the company's overall structure, making sure that the people match the company's purpose. But human resources staff do much more than find stars for the team. They provide expert advice to managers about how they can improve their team's performance and suggest training options to optimize staff potential. HR staff also monitor well-being, look after safety needs, and sometimes act as intermediaries. Both sides need HR when differences arise. And importantly, they make sure people get paid fairly. They then follow up to ensure when jobs change, so does the pay. Keeping capable staff saves time and money in the long run, so HR managers play a big part in staff retention. In a big company, helping people along a successful career path is part of this responsibility. HR managers can make a big difference when they connect the right people. They help shape the business by facilitating change. Then everyone benefits. HR experts are employed all over the world, which allows for great overseas employment opportunities. So in summing up, human resources recruit team members, advise on team performance, oversee staff training options, monitor well-being, facilitate change, organize salary payments, and resolve grievances. Your training starts here. Recruit yourself into HR by enrolling in a business course at Monash University. طيب هو انا شايف ان الفيديو اولا بيشرح او بيلخص اللي احنا خدناه خلال الفترة اللي فاتت كلها، ولكن خلونا دلوقتي نبدأ نخش نشوف ايه الاسئلة اللي كانت عندكم والناس عملت فيها ايه. اولا مش كل الناس بعتت، وده اول حاجة ضايقتني جدا. اولا يا جماعة احنا متفقين ان احنا نحاول نلتزم بقدر الامكان بحيث ان احنا نقدر نوصل لأعلى جودة في الكورس دوت. اللي بعته لغاية دلوقتي أشرف ومحمد صديق، ليا عمران، آيات، ياسين. ده الحاجات اللي جات لي، فياريت أعرف يا شباب فين بقيت الناس. طيب تمام. طب بالنسبة للناس القدام هنقدر نستفيد، خاصة إن احنا النهاردة يعتبر أشبه بريفيجن شوية. للأسف احنا النهاردة هنحل الأكتيفيتي اللي كان مطلوب منه كل مرة فاتت. لو في حلول يا ريت تبعتها لي دلوقتي حالا، لان انا طلبت وقلت اخر حاجه قبل ما ابدا السيشن يا جماعه. فللاسف انا صعب دلوقتي اللي انا يعني مش عارف اقول ايه، بس هو فعليا احنا النهارده السيشن بتاعتنا هنبدا نتناقش فيها في المهام اللي كانت مطلوبه. مفيش مشكله يا جماعه، اللي عنده اول محاضره ده مفيهوش اي مشكله، يعني احنا النهارده كده هنحاول نقول الكلام وممكن تراجعوا الفيديوهات الفتره اللي فاتت. ولكن تعالوا نبدا. المره فاتت كنا بعتنا مجموعه حاجات. اولا مجموعه اسئله محلوله، طلبت من الناس يبداوا يشوفوا كل حل من الحلول ويبداوا يعملوا لها عمليه اناليسز ويبداوا يبصوا عليها. ان يا جماعه الناس اللي ما انا قلت الاسماء والله اللي جت لي، يعني في حاجات ما جاتليش وده انا مش عارف اعمل فيها ايه، ولكن انا قلت والله اللي جالي. واللي بعتهم محمد صديق واشرف وندى وسيف ليلى عمران وايات ياسين، وهكتبه لكم دلوقتي على الوايت بورد بحيث ان هو يبقى قدامكم برضه. طيب تعالوا نبدا مع اول ستودنت اكتيفيتي عندنا النهارده. اليوم كله ان شاء الله النهارده هيكون ورك شوب، مش هنتكلم في حاجه جديده غير لما نقفل على القديم كويس.
طيب هنبدأ الـ student workbook activity. فهنبدأ نتكلم على أول حاجة. الـ activity بتاعنا بيقول you provide to an early history of human resource management including the contribution of Frederick Whittier and have certain status. Apply the construction to the Hearst Pure industry. طيب ف ببساطة إن في طريقة ظهرت في العور اسمها طريقة فريدريك وتايرف. الطريقة ديت كان ليها عدة مفاهيم وكان ليها بعض الحاجات، وده كان من ضمن الحاجات الأساسية اللي كانت ظاهرة في الاتش ار. عشان كده لو انت جيت بصيت على الوصفة اللي قبلها يمكن الوصفة بيوضح لك السؤال اللي هنا هو علاقة بإيه. فتعال نبص. Your friend know that you are interested in becoming an HR manager for a healthcare organization. She has heard the term human resource many times but doesn't really understand how it develops as part of an organization. بمعنى ان كان عندك مجموعة من اصدقائك عرفوا عن موضوع الـ human resource management او HR management، والمطلوب كالاتي ان المفروض عاوزين يبقى وصف من حضرتك يعني ايه الـ HR ويعني ايه ابرز ديسكريبشن للـ HR. هو ده ببساطة معنى الـ HR. لو سألت كل واحد دلوقتي الموضوع ده رأيك هتقول له ايه؟ يا شباب انا طالب ديسكريبشن عن الموضوع، يعني ايه اصلا الـ HR من وجهة نظرك لو واحد كلمكم؟ طيب يا ريت نبدأ نجاوب. لو واحد جاي بيقول لك انا سمعت عن ان انت بتتكلم وبتتكلم عن موضوع حاجه اسمها الاتش ار، يعني ايه اتش ار؟ وات از ذا ديسكريبشن اوف اتش ار؟ محتاج تقول له ايه قبل ما تبدا تقول له اي حاجه تانية؟ ببساطه اجابه النقطه ديت كان من خلال الفيديو اللي احنا عرضناه. ببساطه ان هو الشخص المسؤول عن تقييم اداء الموظفين وتقدير احتياجاتهم وتقدير التدريب وتعيين اختيار الناس سيلكشن وريكويتمنت، حاجات كتير قوي انت ممكن تقدر تعملها. ولكن النهارده لما نيجي نقول يا جماعه تعالوا نبدا بقى نخش نوصفها من خلال طريقه واحد زمان اسمه تايلور عملها. تايلور ببساطه قال والله انا النهارده لما اجي اشتغل وعاوز اعرف مين الشخص المناسب والنهارده هختاره ازاي وكده اهوت، فقال والله اللي انا عندي يا جماعه اربع مبادئ. الاربع مبادئ دول هم اسس الاختيار لاي اتش ار ناجح، الا وهي اول حاجة انك لازم تتعلم ازاي تدور على افضل طريقة لتقويم العمل، انك تخليه طبقا لاسلوب علمي مدروس. بمعنى فاكرين لما كنا اتكلمنا من كذا محاضرة كده عن مشكلة حصلت، لما قلنا ان احد المشكلات اللي حصلت ان الشركة كانت بتغرق بقالها 50 سنة وعندها عدة مشاكل، وجابوا 3 افراد. الثلاث افراد دول كان مسؤوليتهم ان هم يقوموا الشركه. فعملوا ايه؟ اول حاجه بداوا يعملوا حاجه صغيره، ان كل شخص بتاعه كان ليه تخصص. واحد متخصص بعد شركه الادويه، احنا خدنا حاله دراسيه تانية. لما جينا قلنا ساعتها ان الثلاثه كانوا بيعملوا ايه، اول واحد لما جه يا جماعه يشتغل قال والله انا النهارده قدراتي ان انا بعرف اعمل ثقافه عامه جوه المنظمه، وبعرف النهارده اتعامل مع الناس، وبعرف النهارده اقنعهم واثر فيهم. ده كان اول واحد. طب تاني واحد كان بيعمل ايه؟ كان بيقدر يشتغل على نظم الاي تي ويعرف يعمل نظام تطوير، وعنده خبره كبيره جدا في الموضوع. وتالت واحد كان عنده خبره في مجال المحاسبه. اذا التلاته لما جم اتجمعوا بداوا يحطوا اسلوب جديد وعملوا برنامج للشركه لتقدير احتياجات الشركه وسموه سيان اكس من البرامج. وده ساعتها لما احنا جينا شرحنا الحاله قلنا ان هم قعدوا يعملوه والبرنامج فعلوه سنه 2002 وهكذا. إذا أنت النهارده لما تيجي تبص ما معنى كلمة الأسلوب العلمي المدروس المقصود بأسلوب تايلور، إنك النهارده تشوف اختيار كل شخص هيبقى بناءً على إيه، وإزاي توظفه بحيث إن هو يعمل نظام متكامل، عشان في النهاية توصل اللي أنت تقدر تعمل أبلكيشن الشركة تعمل عليه. إزاي؟ تعالوا كده تخش أي مثلا شركة هتلاقي فيها نظام لإدخال البيانات، نظام لتقدير الاحتياجات، نظام نتورك عادي زي الشبكات مثلا اللي هو الخاصة زي المصرية للتصرف مثلا، لو حد راح يدفع فلوس أو الكلام ده كله كله نتورك ببعض. البنوك هتلاقي فيها نتورك ببعض بحيث إن يبقى فيه داتابيز ومعلومات متصلة ببعضها. هو عملوه زي دوت، عملوه من خلال الأنظمة المتكاملة
او الطرق العلميه الحديثه. هو ده نفس الفكره بالظبط اللي قال اللي قام عليها اول مبدا ايه من اساليب. تاني مبدا انك لما تيجي تختار الناس اللي هتشتغل عندك تختارهم على اسس علميه، بمعنى بدل ما النهارده كنت باخدك وخلاص، والنهارده انت عندك قدرات واحد واثنين وثلاثة من القدرات انا هشتغل معاك عليها، لا انا النهارده هشوف قدراتك ايه وهعرف ازاي اوظفك، وفي نفس الوقت هعمل لك تدريب مستمر بحيث ان انا هعلم القدرات ديت. فبالتالي ابتدى يعتمد بالظبط زي ما هو مكتوب قدامكم على الشاتنج، المهارة والخبرة. لو انا النهارده عندي مهارة وخبرة مع عملية تدريب مستمر ليها، هقدر ان انا اعمل لك عملية تطوير مستمر. المبدأ الثالث انك لو حطيت كمان العامل في المكان المناسب بتاعه، مش هيكون هو ده بس العمل او اللي هيخليه يقدر يوصل لاعلى كفاءة في العمل. طيب عشان كده بيقول والله لو انت النهارده عاوز تخلي الناس دايما عندهم فعالية وعندهم اداء عالي، اعمل لهم نظام تحفيز. فاكرين لما شرحنا في محاضرة التيم وورك، لما قلنا إن أي إنسان بينحصر ما بين مرحلتين، حاجة اسمها الفعالية وحاجة اسمها الأداء. عشان أعليله فعالية وعشان أعليله أداء كنت بعمل إيه؟ أداء يبقى أنا محتاج أعمل له تدريب، فعالية يبقى أنا محتاج أعمل له تحفيز. هو بيشتغل على المنطلق بتاع الفعالية، إن أنا النهاردة هعمل لك تقدير احتياجات. وزي ما أنت شفتها في فيديو من شوية، لما النهاردة الموظفة كانت انا بشتغل ساعات كتير جدا وبعمل وبعمل وبعمل، لاكس نقود صغير في الاول. طب ما النهارده الحمل زاد عليا، هل هلاقي تقدير للتعب دوت؟ لاكس فلوس اكبر. فمعنى كده ان ببساطه عامل التحفيز اصبح من ضمن العوامل المهمه جدا 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 في مبدا انجاز العمل، وليس فقط اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب. ده كان المبدا رقم ثلاثه. المبدا رقم اربعه، انك النهارده لما تيجي تقوم بعمل ما ينفعش تقوم بيه كله انت. ازاي؟ بيقول المبدأ دوت والله لو انت عاوز تعمل عمل والعمل ده يصبح عمل ناجح، لازم تقسم العمل عليك وعلى الناس اللي موجودة. زي ما احنا قلنا يا جماعة مطلوب انكم تشتغلوا وتعملوا الابليكيشن وتبدأوا تشوفوا الاسئلة اللي كانت مطلوبة، وقلنا في جروب A و B و C و D، وكل واحد بدأ ياخد كل جروب يبدأ يشوف عليها. في ناس بعتت individual بشكل فردي as a group، وفي الحالتين لما جينا نبص عليهم اللي انا عاوز اوصل له اوكي، اللي بعت على البيتش انا حاضر هشوفهم، ولكن اللي انا بتكلم عليه دلوقتي ان انتوا النهارده اشتغلتوا جروب. الجروب او التيم وورك اهوت اللي هو معناه together enhance achieve mission، مع ان نتعاون لنحقق الاهداف. هو ده بالظبط اللي قاله تايلور، انك النهارده وانت شغال قسم الاعمال وقسم النهارده الحاجات عليك، تفرق معاك كتير جدا. وده اكبر دليل تلاقيه في بعض الشركات، تلاقي شركه منزله اعلان مطلوب موظفين خبره للعمل في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. زي مثلا مجال الهندسه المدنيه، لو جيت قلت عليه النهارده المهندس، ممكن الاقي مهندس مدني هو بيشتغل في الانشائي او في الموارد المائيه والري او في الطرق والكباري. طب ما المهندس دوت لما يجي نبص، هو النهارده هيقوم بالتنفيذ ولا هيقوم بالتصميم ولا هيقوم بايه ولا بايه ولا بايه؟ كل دي حته مجالات. يبقى النهارده بتلاقي لا المهندس مهندس، حتى في المكتب الفني بيبقى ممكن معايا رسام اوتوكاد عايز النهارده ينجز اكبر عدد المهندس من العمل، مش محتاج ان انا لسه اقعد ارسم الكلام ده كله، وهكذا. اذا اصبح النهارده في عده اولويات، انك النهارده لما تيجي تعمل شغل فلان هيبقى مسؤول عن المحاسبه، فلان هيبقى مسؤول عن التامينات، فلان هيبقى مسؤول عن كذا، فلان هيبقى مسؤول عن كذا. اذا انت النهارده اصبح تايلور بيقول لك ان انت النهارده عندك الاربع مبادئ دول، لو اشتغلت عليهم هتقدر توضح لي يعني ايه اتش ار. هو ده ببساطه ملخص تايلور لمفهوم الاتش ار. تعالوا نبص على الكيس اللي بعدها. You understand that federal agencies often are responsible for monitoring and enforcing regulation on organization activity you perform research on the safety and health administration and US Department of Labor in monitoring the treatment of employees in health organization. بمعنى ان حضرتك مطلوب منك ان انت تعمل سيرش عن اهميه السلامه والصحه
فبنقول ظهر حاجة اسمها الصرامة والحالة المهنية، وأصبحت من ضمن العوامل الأساسية في أي شركة. طيب لو جيت سألت كل واحد، انتوا شايفين ان السلامة والصحة المهنية او السيفتي ليه مهم؟ لان ببساطة النهاردة لو جينا نجاوب على سؤال زي دوت، اول حاجة عشان اختار انسان والنهاردة اعمل له استقطاب والنهاردة اختاره عملية تعيين، لازم اول حاجة اعمل له اختبار صحي، وبعدين بشوف النهاردة امكانياته، هل النهاردة يعني من امراض، هل النهاردة عنده اي مشاكل صحية، هو عنده ايه بالظبط، وبحاول النهاردة ان انا اقدر اوصل لافضل المراحل ان الشخص دوت يكون بيها عنده اكثر فعالية كده، هو قدرة على اداء المهام. ده اول جزء. الجزء التاني والله النهاردة بضمنه انه لما يلتزم بالصحة وتعليمات الصحة والسلامة المهنية، لما يجي النهاردة يخش في جوه قوانين العمل هيقدر يستمر، ويقدر النهاردة يحافظ على اكثر الطرق امانا جوه العمل، وبالتالي مش هيعرض نفسه المخاطرة ولا هيعرض نفسه المشاكل، كمان هقدر اعمله زي ما هو مطلوب التأمين الصحي. فبالتالي النهاردة اصبحت الموضوع دوت مهم. كمان لما الانسان يجي يطلع معاش بنلاقي بيفرق معاه جدا في ايه، ان النهاردة عنده تأمين، عنده النهاردة حاجة بيصرف منها رغم اللي هو طبه، وده آلية العمل. عشان كده اصبحت الابليكيشن دوت من اهم وارقى الحاجات اللي احنا بنحاول نشتغل عليها. طيب نقص على الكسر بعدها. طب تعالوا نشوف الحالة اللي عندنا اللي احنا ندرسها ونشوف الاكتيفيتي المطلوب. You have decided that you are interested in human resource management as a career. You are not sure what types of HR activities are of interest to you. ببساطة احنا بنقول ان انت عندك النهاردة سمعت عن حاجة اسمها الأنشطة أو مهام الـ HR. كويس. فلما نيجي النهاردة نتكلم عليها، الفكرة بتاعت HR هنا يا جماعة في حتة المهام اللي احنا بنتكلم عليها، لو رجعتوا لأول سيشن خالص لو الناس كلها بصت عليها هنلاقينا اتكلمنا في آخر سلايد يعني ايه مهام الـ HR. طب والـ HR الكارير بتاعه ماشي ازاي ووظايفه وهو كان بيعمل ايه، تلاقوها موجودة في أول سيشن كنا اشتغلناها. طيب خلونا نقول ان ال HR كان بيعمل حاجة اسمها زي التخطيط والتحليل وتكافؤ الفرص والريكويتمنت، العملية الاستقطاب، بيقدر يعمل مهام كتير جدا. عشان كده to understand your choice you list 5 HR activities that are you use in successful organization apply this healthcare industry. تمام. فبنقول عشان تقدر توصل للكلام دوت اكتب 5 حاجات انت شايفهم تقدر تقوم بيهم او من اهمية الاتش ار او اللي انت مهتم بيهم، وبناء عليه هنبدأ نبحث عنهم كل واحدة بتتكلم عن ايه وكل واحدة ايه مهامها وكل واحدة بتعمل ايه. واعتقد احنا اتكلمنا في اكتر من دوت في المحاضرات اللي فاتت، لو الناس بصت عليها كويس جدا هتلاقوا ان احنا اتكلمنا عن الاتش ار يعني ايه تحليل الوظائف، يعني ايه النهاردة عملية الاختيار والتعيين، يعني ايه الادارة بتاعت الموارد البشرية. اذا هو ده الاجابه النموذجيه والستاندر للموضوع، ومع كل حاجه تقدر تقول انا اقدر ادي في كذا او اقدر اعمل كذا. ده كان تاني بوينت من الاجزاء اللي عندنا. طيب نبص على الكيس اللي بعدها وبعد كده نبدا نناقشها. طيب تمام، ايه بقى الاجابه؟ هو المطلوب هنا ان احنا فعلا نناقش تاثير العولمه على الرعايه الصحيه والاقتصاديه وعلى المجتمع ككل. ماشي، بس انت شايفين النهاردة لما تيجي تتكلم واحد عن الموضوع ده انت ممكن تقول له ايه من خلال فهمك اكيد لل HR واكيد التفاهم من التاسكات والحاجات المعمولة. طيب نرجع للمحاضرة بتاعت ادارة الموارد البشرية، بس انهي واحدة بالظبط؟ اللي هي الادارة الاستراتيجية للموارد البشرية. النهاردة كان من ضمن الاستراتيجيات اللي اي شركة او اي منظمة بتقوم عليها هي الاستراتيجية الاساسية او استراتيجية التقلص او استراتيجية عظمى زي ما انت عاوز حط. بس كل ده كان بيعتمد على نقطة مهمة، بيعتمد على قوانين العمل وعلى الحالة الاقتصادية، لأن قوانين العمل هي اللي هتحدد لك كويس قوي كل واحد بيعمل ايه ومهامه ايه وهيشتغل كام ساعة، وكل بلد بتسمح بكام ساعة عمل. ده أول نقطة. تاني حاجة مدى توسع الشركة وتوسع النشاط بتاعك. تالت حاجة الانكم، الدخل اللي هيجي لحضرتك. يا ترى النهارده لما تجيب اي دخل هتقدر تطبق الاستراتيجيات ديت، ولا مع الوقت هتضطر تعمل حاجه زي نظام الخصخصه ان انت تنار الناس اللي عندك
وبالتالي أصبح إن هو التطور من حيث المنظور الاقتصادي أو منظور العولمة مع تطور وسائل التكنولوجيا، تمام، أصبح من ضمن العوامل المهمة جدا 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 في عملية التقييم. ليه؟ لأن أكيد مع التطور ومع النهاردة زيادة الاقتصاد أكيد هيخليني أقدر أوفر لك كافية، ممكن يخليني أعمل لك مستشفى تبع الشركة أو المنظمة بحيث إن هي توفر لك أعلى رعاية صحية، إن هي ترجع للأداء بتاعك بأعلى جودة، اللي أنا أعمل لك دايما فحص متكامل بحيث لو أنت النهاردة عندك أي مشكلة أو عندك أي حاجة بتعاني منها أقدر إن أنا أحلها لك بسهولة بصورة سريعة. خش على التاسك اللي بعده. المفروض إن هو مطلوب إنك تبدأ تعمل مجموعة حاجات، ألا وهي إنك لما تلاقي جملة زي ديت إيه هو الإجابة النموذجية من وجهة نظرك؟ زي In your own word what do you mean with job analysis؟ يعني لما نيجي النهاردة نتكلم إيه المقصود بكلمة تحليل الوظائف؟ ها رأيكوا إيه؟ طيب تعالوا نبدأها من العكس. أول حاجة نرجع للمحاضرة الأخيرة، نقول إيه؟ رقم واحد، أنا عملت عملية تحليل أداء الشركة، لقيت نفسي محتاج لأربعة موظفين. كويس، أربعة موظفين دول هشغلهم فين؟ وإيه المطلوب منه؟ ده أول جزء. يبقى إذن النهاردة بالجوب أناليسيس تحليل الوظائف، إن أنا رقم واحد أقدر أو أعمل عملية تقدير للاحتياجات الخاصة بالشركة بتاعتي، وأعرف العدد وأعرف المهارات اللي أنا محتاجها وكمان المؤهلات. كويس، خلصت الكلام دوت، ابدأ حدد الوسيلة. رقم اتنين، الاستراكشر أو الهيكلة بتاعتك اللي الشركة بتشتغل عليها، هل هي هيكلة مناسبة ولا غير مناسبة إن أنت تبدأ تضيف عليها ناس جداد؟ طيب خلصت التاسك دوت، ابدأ خش على اللي بعده، ألا وهو ابدأ اعمل عملية ريكويتمنت، طلب ناس. طب الناس دول هطلبهم ليه؟ عشان اشوف النهارده اكتر ناس هتقدم لي واكثر واكثرهم مناسب قوي للموضوع بتاعي، وبناء عليه اقدر اقول ان الشخص دوت هو اللي ده اللي انا محتاجه. لان كل ما يكون العدد كبير جدا كل ما النهارده يكون طرق اختياري الاشخاص ذو كفاءه اعلى. يبقى اذا كل دي من ضمن الحاجات اللي تبدأ تختار من خلالها. بعد كده هتبدأ تحدد الأساليب اللي أنت هتبدأ النهاردة تعمل معاهم الانترفيو بيها. ممكن أعملها زي أي كيو تيست دوت، من خلاله قاعد في البيت أبعت له أعملها عملية أسئلة زي أسئلة الذكاء في تايم محدد، أعمل له أبلكيشن على الأي تي أو على الإنترنت، يبدأ يخش معاك 40 دقيقة، مطلوب من حضرتك تحل مثلا فيها 60 سؤال وارد وأسئلة ذكاء، ويبدأ يوريني هتعمل معاها إيه. ممكن أعمل لك زي موضوع السمات، ممكن النهاردة أعمل لك أسئلة زي انترفيو أونلاين، عفوا انترفيو، ممكن اعمل لك انترفيو جماعي، ممكن اعمل لك النهارده مجموعه حاجات كتير قوي تبدا تختارها. عشان كده كل ده من ضمن المعايير اللي انا بتحكم في ادائي. طيب قولوا لي بقى رايكم ايه هي الاساليب اللي انا ممكن اتبعها هنا اهوت عشان اعمل بيها الجوب اناليسيس. يا شباب ازاي اعمل جوب اناليسيس بقى؟ انا كده شرحت الاليات اللي احنا بنبدا نفكر فيها يعني ايه جوب اناليسيس، بس النهارده هاو تو ميك جوب اناليسيس. طيب تعالوا بقى ندي مثال صغير قوي للجوب اناليسيس والابلكيشن بتاعته. لو قلت لكم يا جماعه انا طالب دلوقتي راجل يكون خبره في مجال الضرايب، رايكم كلمه خبره في مجال الضرايب لو انتوا بتعملوا لها تحليل من وجهه نظركم ايه المقصود بيها؟ انا طالب واحد يكون خبره، لقيت اعلان مطلوب شخص ذوي خبره في مجال الضرايب، انت كشخص لقيت الاعلان مكتوب كده ايه اللي خليك تقول الاعلان ده مناسب او غير مناسب، والاعلان ده كويس ولا مش كويس؟ حلو الكلمه دي، فتره لا تقل عن 5 سنوات، انا حددت هنا 5 سنوات بناء على ايه؟ حلو، في جمله هيتقالت كويسه قوي عن طريق الشروط المكتوبه، تقدر كده شايفين ان الاعلان دوت انا لو شخص عادي بشوفته مطلوب رجل خبره في مجال الضرايب ما حطيتش اي شروط تاني، هل ده يعتبر حاجه صحيحه؟ تمام، يبقى اذا احنا متفقين على مبدا. طب نفترض قلت لك خبره تقل عن 5 سنوات والنهارده يكون عمل في كذا وعمل في كذا وهات لك حاجات كده معينه، هل برضك دوت كافي؟
ليه؟ بالعكس على فكرة، انا وصلت له كده هو ممكن يجيلي ناس كتير جدا، مش لازم اقول المرتب في الاعلان على فكرة. بالظبط، ما انا النهارده لما اجي اطلبه هقول له القيام بالمهام الاتية، لو انا ما حطيتش الجملة ديت يبقى اذا النهارده الجوب اناليسيس بتاعي غير ناجح، او للاستفسار او مزيد عن المعلومات لازم اديله لينك يبدا يخش عليه، ويبدا يخش على موقع الشركة يبدا هو يبحث بنفسه ويشوف بقية التفاصيل المطلوبة من مهاره، او يخش على شركة زي الشركات المشهورة جدا اللي انت كنت بتخش عليها قبل كده. المفروض لو انت دخلت النهارده على اي شركة هتلاقي مكتوبك عليها حاجة اسمها الاستراكشر والجوب اناليسيس بتاعه ومهام الوظيفية بتاع كل واحد. اذا مبدأ الجوب اناليسيس هو اصبح المعيار الاساسي لعملية الريكروتمنت، عملية الاستقطاب جوه الشركات، تمام؟ وده تاني تاسك. طيب تعالوا نشوف حاجة بعدها، الاندستريال ريفوليوشن. ايه معناها؟ ايوه انا عارف ليه ثورة صناعية يا جماعة، ما اقصدش كده. ايه معناها بلغتنا احنا كاتش ار؟ فاكرين القصة التاريخية اللي احنا حكيناها في اول محاضرة؟ كام واحد فاكرها؟ لما قلنا ظهرت الاتحادات وظهرت النقابات العمالية وسبنا الأعمال مكانها وازاي تتطور وفي التسعينات، وبعد كده زي النهارده بدأ يبقى في اتحادات ونقابات عمالية بتطالب بحقوق العمال ديت، وابتدت تقول ان النهارده عندي العنصر البشري هو العنصر اهم من الآلات ومهم من اي حاجة. ها الناس فاكرة القصة ديت؟ هو ده المقصود بالسؤال. يعني لو رجعنا لسيشن واحد كنا نقدر نقدر نجاوب بسهولة جدا على السؤال دوت، تمام. السؤال بقى اللي بعده، employee training أو employee training. أيوه يا جماعة، مش بسأل على معنى بالعربي، أنا أقصد إن هو المعنى بلغتنا إحنا كـ HR أنتوا شايفينه ممكن يبقى إيه؟ رفع كفاءة الموظف، تمام، أو عملية التدريب المستمر عشان أعرف عشان الاقي العيوب اللي كانت عندي في الشركه وابدا اعمل لها عمليه تاهيل بحيث ان انا النهارده ارفع من اداء الموظف اللي موجود عندي. كمان ان انا ممكن احدد اليات التدريب دوت، هل اعمل له تدريب النهارده فني ولا تدريب في مجال السوفت سكيلز ولا في اي مجال ولا مجال الكمبيوتر سكيلز. كل ده من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي لازم احطها تحت معايير التدريب. معايير التدريب لازم اعمل الجدول الاتي اللي هو من ومتى وكيف وان، مين الشخص اللي هيقوم بالتدريب او مين الشخص اللي هياخد التدريب، لازم نحددهم الاثنين مع بعض. امتى التوقيت، اين فين كيف ازاي، هل هو بفيس ولا من غير فيس، وكمان النهارده الحاجات المطلوبه منك. كل دوت المقصود بتاهيل العامل من خلال عمليه التدريب، وازاي ده بيحصل بحدده كاتش ار، تمام. وده المقصود بمعنى او الوصف الادق او الاجابه الاشمل للموضوع دوت. طيب Employee Development ازاي اعمله عمليه تطوير، يعتبر اشبه اللي انا ممكن اعمله عمليه تدريب، ممكن اعمله عمليه تحفيز، ممكن النهارده اعمل له اختيار وتعيين وعمليه ترقيه، حاجات كتيره جدا ممكن اعملها من خلالهم. وممكن اعمل له تطوير من خلال ان انا النهارده لو عندي الاتش ار، انا ممكن النهارده الغي الشغل اي حسابات يدوي وممكن الغي الكلام ده كله، ممكن النهارده اعملها عن طريق برنامج زي الاوريكل اتش ار. حد سمع عنه؟ طيب الناس بقى اللي سمعت عنه ايه معلومات عن الموضوع دوت؟ تمام، هو اوكي ممكن المدرب الشخص يدرب نفسه بنفسه، بس ما اقدرش اقول ان كل الناس عندها الميكانيزم دوت او الاليه ديت ان هي تقدر تعمل ده. عمل الداتابيز وعمليا حاليا بداوا يعملوا له عمليه تطوير، ان هو كمان بدأ يحسب الاجور مرتبات ويعمل ادارات ماليه، يحط حاجات كتير جدا انت ممكن تقدر تعملها. يعني هو ده البرنامج مهم في رايي، ان الناس ممكن تحاول تعمل سيرش عليه وتحاول تبدا تتعلم ازاي بتشتغل عليه. طيب خش على بعده، هيلث انفورميشن تكنولوجي. رايكم ايه؟ ومش عايز ترجمه بالعربي. ايات بدأت تكتب نفس حل الاسئله اللي انا قريتهم شويه اللي هي كانت عامله ايه. طيب خلونا نقول ان انا اول حاجه الهيلث انفورميشن تكنولوجي اللي هي تكنولوجيا العوامل الصحيه، ان انا النهارده معايير اختيار الموظف احنا قلنا من شويه ليها دور صحي، ليها دور سلامه وصحه مهنيه ودور امان وهكذا. ازاي النهارده اللي انا ابدا مجموعه معايير لنفسي بحيث ان انا اوفر ناس متخصصه على امن وسلامه العمل؟ كمان
ان يكون دايما عندي اداره زي اداره الامان والصحه والسلامه المهنيه واداره المخاطر. ما كل ده بتتحط تحت مبدا الهيلث، الهيلث انفورميشن تكنولوجي. ده جزء ممكن احط هيلث انفورميشن تكنولوجي كمبدا تاني خالص بعيد عن الكلام ده، اللي هو زي ما هو مكتوب قدامك صحه المعلومات. طب صحه المعلومات ايه علاقتها؟ ان انا النهارده ازاي اصحح معلومه عند العامل بتاعي بحيث ان هو يبقى عنده توعيه بالاداء، بحيث النهارده يبقى عنده توعيه باهميه السلامه والصحه المهنيه في رفع اداء العمل، وازاي دوت هيعود على الشركه بتاعته بشكل قوي وبشكل نافع. هو ده المقصود. طيب الجوب سكيدول ريديزاين او الجوب سكيدول ريديزاين يا شباب وقضي يومين. طيب هو اولا جوب سكيدول او هو عمليه وضع جدول للوظائف وآليه العمل. ظهر المصطلح دوت بمسمياه الاثنين سكادول او سكاشول. زي ما انا قلت الايديومز كده بصراحه النطقين بتوعه، النطقين دول على فكره ثقافتين موجودين. اولا التكنولوجيا الاولى سكادول، ده اللي هو منتشر في جميع الدول العاديه باستثناء فرنسا واليابان والمكسيك، بينطقوها كسكاشول. اوكي طيب اي معامل مهم قوي ان يكون معمول له حاجه اسمها جوب سكادول، بمعنى انك لو انت النهارده شغال يا جماعه في اي مؤسسه او في اي مكان، مهم جدا 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 يبقى متحدد النهارده جدول الاعمال اللي هتعمل خلال الشهر، جدول الاجتماعات، مين النهارده اللي هيعمل العمل دوت، العمل ده هياخد وقت قد ايه، طب النهارده هل في موضوعات هتناقش خلال الشهر ده، ايه اهم الحاجات اللي احنا النهارده محتاجين نوصي عليها بالظبط، خطه العمل ده هو ده مقصود. او حاجه غير دي خالص ممكن نوصي عليها، الا وهي ان النهارده كمان 10 سنين هبقى محتاج كام آلة، والآلات ديت ايه المعايير اللي فيها والمواصفات اللي فيها، والنهارده عندي كام موظف يجيد العمل مع الآلات ديت، وكم موظف على المدى البعيد هكون محتاجهم يقدر يشتغل على الآلات ديت. إذن هو المقصود بيه ان انا ازاي استخدم عملية التخطيط في اطار عمل زمني محدد، او بلغه البلاننج لو احنا بنتكلم ان جنرال كبلاننج ممكن نقول ازاي احول استراتيجيك بلاننج او خطوجيه لاكشن بلان. انا النهارده عندي تخطيط استراتيجي عاوز احوله لخطه تنفيذيه من المدى البعيد للمدى القريب للمدى الفعل. هو ده المقصود بيها. الانترنت اكسرسايز، كم واحد دخل بقى على الموقع دوت الاوشا؟ حلو. ايه بقى اللي هتوه جواه؟ يا شباب الناس على فكره ما دخلتش، ممكن تخش على اللينك دلوقتي حالا بسرعه كده اهوت يعني، وتحاولوا تخمنوا الموقع بيتكلم عن ايه. انا بحاول ادي لكم فرصه ان انتوا تجمعوا يا جماعه، يعني لو حد ما دخلش شافت ممكن يقولوا لي هم شافوا ايه بالظبط، سيم الجهد يعني. طيب هو عامة يا جماعة موقع الأوشا هو ليه علاقة ايه بموضوع السلامة والصحة المهنية؟ تمام، لو الناس كانت دخلت قريته كانت هتبدأ تفهم الجزء ده بشكل رئيسي، وايه المعايير اللي اشتغلت بيها، وهي كانت أهم الحاجات اللي هي اختاروها عشان يشتغل عليها. طيب المفروض دوت اللي كان التاسكات اللي مطلوبة. فلوكي أخش معاكو على حاجة مهمة جدا، هديكم مشكلة دلوقتي عايز أعرف تخمين الناس ليها ايه، حلها ممكن يكون ايه. طيب زي ما هي قدامكم مكتوب اهيت، شركة تسير متخصصة في انتاج الالعاب، فاذا علمنا بان الطلب على هذه المنتجات سيزداد خلال العام القادم بنسبة 37.5% نظرا لانخفاض سعرها وشدة الاقبال عليها، والمطلوب وضع خطة سنوية للقوى العاملة لسنة 2419 على ضوء البيانات المسجلة في عام 1418. يا ترى بقى ايه البيانات اللي عندنا؟ تعالوا نبص عليها. تنتج الشركة يوميا 96 لعبة أطفال، يعمل في الشركة 96 عامل،
مدير الشركة مهندس إنتاج عمره 59 سنة، معاون المدير مهندس إنتاج عمره 59 سنة، يعمل في الشركة أيضا 8 مشرفين بحيث يشرف كل منهما على عامل. عبد الله مشرف متميز ولكنه سيسافر على إلى أوروبا للعلاج. تعاقدت الشركة على شراء آلتين تبدأان بالعمل اعتبارا من 1/1 السنة اللي بعدها السنة الجديدة، وتحتاج الآلة الواحدة لمشرف واحد وتبلغ طاقتها الإنتاجية 12 لعبة في اليوم. ستنتهي الدورات التدريبية التي عقد عليها 5 تاريخ 31/12 سنة 1418، ومن المتوقع أن تزداد الإنتاجية العامل الواحد بمقدار 2 لعبة في اليوم. سن الإحالة على التقاعد المعاش 60 عام. من المتوقع أن يترك مشرف واحد وخمسة عمال عملهم للعمل في شركات منافسة. معدل الأداء الفعلي للعامل في اليوم 1 لعبة. معدل الأداء المطلوب للعامل في اليوم 12 لعبة المطلوب. في الحالة الدراسية قدام حضراتكم أنا سيبقى القيادة. المطلوب كالآتي: مطلوب من كل واحد وبشكل فردي وليس جماعي أن يحل المشكلة ديت ويبعت إجابتها حتى يوم السبت القادم، وده من ضمن الإكزامس أو الأبليكيشن اللي عندنا. على فكرة حل المشكلة دي سهل جدا 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 جدا، تمام؟ وبلاش علامات التعجب اللي انا شايفها دلوقتي. لو الناس ركزت ورجعت السيشن اللي فات كويس قوي، حاضر هحاول ان انا اكتبها لكم وابعتها لكم. شباب انا بحاول دلوقتي، بس انا مش برخم عليكم بالاسئله ديت، او انا بجيب لكم حاجات، انا بحاول اجيب لكم مشكلات ممكن تقابلوها اوريدي في شغلكم. يعني على فكره في مشكلات ممكن اقول هي فعلا صعبه، بس انا ما رضيتش لغايه دلوقتي ارفعها، وما رضيتش. انا بحاول حاجة حاجة أعلم معاكم الريتم واحدة واحدة يعني لغاية السيشن الأخيرة، تلاقوا نفسكم تقدروا تعملوا الموضوع ده. هو أنا كنت خليتها ظاهرة كاملة من شوية على فكرة. هي أعتقد كده باينة هي قدامكم، هي كده المشكلة زي ما أنا كنت حاططها. تمام شباب، عشان نكون صادقين معاكم الكلام ده والله ده هو ده اللي بيتعمل، وياريت كلنا فعلا نلتزم بيه بحيث ان احنا نقدر نوصل لأعلى حاجة ممكنة. التاسك ده مهم جدا، انا مش هحله دلوقتي خلاص ومش هحله السيشن الجاي، بس يفضل ان انت تبعتلي الحل بتاعه السيشن الجاي. السيشن الجاي هشرح مشكلة اعلى كتير جدا من المشكلة ديت ممكن تقابلنا. هقول فكرة المشكلة اللي انا هشرحها على رجاء ان شاء الله. بنقول ان الشركة الاهلية للصناعات الدقيقة ينصب النشاط الرئيسي للشركة الأهلية للصناعات الدقيقة على إنتاج مولدات للتيارات أو للتيار الكهربي. تعمل الشركة منذ 5 سنوات بطاقة تقترب من الطاقة الإنتاجية القصوى لها، ونظرا للطلب المتزايد على منتجات الشركة لم يكن بإمكانها تلبية الاحتياجات الجديدة للسوق من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للآلات الحالية. لذلك فقرر التوسع بإضافة خط إنتاج جديد يضاف إلى قوى الإنتاج الحالية لمقابلة الزيادة في احتياجات السوق. وقد تم بالفعل التعاقد على شراء آلات هذا الخط الإنتاجي، ومن المنتظر أن يتم تشغيله مع بداية العام X. وبناء على ذلك قام مدير شؤون الأفراد بدراسة التركيب الحالي للقوى العاملة بالشركة، ويوضح الجدول الآتي ما توصلت إليه الشركة. يوجد 15 فرد بالإدارة المالية، و9 بإدارة الشؤون التجارية، و19 بإدارة الشؤون الإدارية، و550 فرد في إدارة الإنتاج، و150 فرد في إدارة التجهيز، و90 فرد في إدارة الورش والصناعة، و60 فرد في إدارة محطة القوى. وقد أسفر تحليل أعداد تراكمي الخدمة بسبب التقاعد والاستقالة والفصل والوفاة والنقل خلال ال4 سنوات الماضية عن البيانات الآتية، ألا وهو أن إدارة الإنتاج سوف يترك العمل بها 7 أفراد، إدارة التجهيز 5، الورش 4، محطات القوى 3، إدارة العامة للشؤون المالية 7. وبناء عليه قام مدير شؤون الأفراد بالاجتماع عدة مرات بمدير الإدارات الرئيسية لدراسة احتياجاتهم من القوى العاملة لمواجهة إضافة الخط الإنتاجي الجديد،
ومن واقع هذه المقابلة أمكن حصر احتياجات القوى العاملة للسنة X، وذلك بتحديد حجم العمالة بفئتها المالية المختلفة. والجدول زيادة العاملين يوضح ما سوف يتم عليه خلال الساعات. ونظرا لأن تشغيل خط الإنتاج الجديد وصيانة يتطلب أفراد على مستوى معين من المهارة والتدريب، فقد كان على الشركة أن تبدأ فورا بتعيين احتياجاتها من الأفراد حتى يمكن إرسالهم للمصانع ويمكن عملية تدريبهم. وبناء على ذلك قام مدير الأفراد بفحص العمل للتعرف على المشكلات والمطلوب، ما هي المؤشرات التي استخرجتها من البيانات السابقة، وما هي المشكلات التي تواجه الشركة، واستخدام البيانات السابقة في عمل خطة للقوى العاملة جوه الشركة. رأيكم يا جماعة في المشكلة بقى اللي انتوا سمعتوها؟ على فكرة انا كمان اختصرت جزء كبير قوي في المشكلة وانا بتكلم يعني. ها يا شباب، ايوه الرياكشن هي بتاعت تبان. ها، تحبوا تاخدوا المشكلة المكتوبة قدامكم ولا ارفع لكم المشكلة التانية؟ كده في حد قال الاتنين، الاتنين تحلوهم انتوا يعني، لو انتوا موافقين انا مستعد ارفع الاتنين دلوقتي. طيب عامة عشان نكون ان شاء الله، هقول لكم عامة خلال السيشن الجاية ممكن بشكل جيد ان احنا نحاول نحل المشكلتين، ولكن انا حابب ان انا احل مشكلة واحدة اللي هي اللي انتوا خدتوها مكتوبة قدامكم دلوقتي حاليا، بحيث ان انا احاول اسيب لكم اكبر قدر من الفرص اللي انتوا تبدأوا تحاولوا بس تشغلوا دماغكم او تفكروا. هي فكرة المشكلة التانية ببساطة إن في مشكلة في الشركة شبيهة اللي أنا عندي، ناس عندي خطوط إنتاج، وعندي أكيد في ناس عندي شغالة، وفي ناس هتمشي، وفي ناس عندهم ظروف. أيا كان المشكلة دي ببساطة إن إحنا مطلوب إن إحنا نحاول بقى نراشي أي مشكلة ممكن نتعرض ليها، وبناء عليه أنا كراجل بتاع HR مهم أوي إن أنا أبدأ أحسم الموضوع ده بشكل مهم. عشان كده هو ده اللي احنا كان مطلوب في المشكله التانيه، احنا نبدا نحل المشكله بالظبط زي ما احنا خدناها في السيشن اللي فاتت. لو الناس فاكره السيشن اللي فاتت لما كنا بنحل الاداء، واعرف النهارده كان مطلوب مين ومين النهارده في استراكشر الشركه او الهيكله اللي انا محطوطه البلان بتاعتي، وبناء عليها بنظبطه فيها ازاي، المعايير اللي انا ممكن اساعدكم بيها يعني. لو في اسئله قولوا بخصوص المشكله انا معاكم واحاول اساعدكم بقدر الامكان. اتفضلوا قولوا لو حد عاوز يسال في اي سؤال. اتفضل اسال سؤال. ها السؤال؟ تمام، انا مش فاهم السؤال يا باشمهندس عمرو. انا فاهم ان انت مهندس الشركة وعاوز الشركة عندك عاوز تطور اداء. تمام، لازم تطور واحد اتش ار مهندسين يعني. انا مش فاهم الجملة على بعضها. المفروض ان الشركة مطلوب ان هي تختار المهندسين او الاتش ار. تمام، هو اللي انا بس عاوز افهمه هو مفيش وجه مقارنه بين الاثنين يعني. بس ممكن لو انا بتكلم ان جنرال، انا شايف ان النهارده هي الشركه بتتكلم اكتر في مجال اللي بتكلم فيها في مجال تطوير، او هي لها علاقه ريليتيف اكتر بالمجال الهندسي. فانا شايف ان ممكن حد من المهندسين يتدرب على مجال الاتش ار ويقدر يقوم بيه يعني، كمثال صغير قوي. على فكره انا مهندس مدني يعني، ولكن انا بقوم ب 90% على فكره مهام الاتش ار، بل بالعكس يعني انا بساعد كتير جدا من الناس بتوع الاتش ار هناك، لان انا اوريدي دارس علم الاتش ار وعارف النهارده زي الابلكيشن بتاعته، وكمان بعرف اعمل الموضوع دوت. بالاضافه ان احد الابلكيشن عندي اللي انا عندي البروجكت مانجمنت، اداره المشروعات، فده جزء كبير قوي انا شايفه مهم لو اي حد عارف يعمله. طيب انا عملت لكم حاجه صغيره، ده قدامكم اللينك يا شباب بتاع المشكله اهوت. تمام، وانا بعته لاشرف فرضك عشان يقدر يرفعها لكم على الايفنت. اوكي، وده قدامكم لينك مباشر تقدروا برضك تنزلوا بيه. اهلا بحضرتك استاذ رمزي، او يا باشمهندس رمزي بقى منك معايا مدني. طيب هو انا مش هقدر اجاوب يعني استاذ ريحان، انا شايف اجابتك بس انا اللي بخليني مش بحاول ارد عليها حاجة واحدة، إن أنا شايف إن المشكلة بس أنا حابب إن كل واحد يحاول يجتهد فيها ويقول منظوره هو كـ HR أو بوجهة نظره ممكن يعملها إزاي. وبناء عليه أنا حابب بس إن أنتوا تجتهدوا، عشان لما نيجي نصحح نقطة نشوف فين نقاط القوة ونقاط الضعف، لازم إن أنا أسيبك تعتمد على نفسك شوية، وده أحد المهارات اللي إحنا بنسميها مهارة التفويض. ما شاء الله الناس متحمسة اهيت.
طيب عامة ممكن برضك تبص على السيشنات اللي فاتت، أعتقد هتفيدك كتير جدا في حل دوت، وخاصة السيشن الأخيرة اللي اتكلمنا فيها ازاي بنحلل الأداء وازاي نعرف النهاردة احتياجاتنا. حظكم بقى انتوا النهاردة كده أول محاضرة اللي انتوا جيتوا على امتحانات، يعني يمكن احنا النهاردة كنا مش بنشرح، كان الهدف النهاردة إجابة بس الامتحان اللي هو كان عند الناس المرة اللي فاتت، فده حظكم معانا يعني، ولكن إن شاء الله تحاولوا تستفيدوا معانا خلال المحاضرات الجاية. ويا رب تكونوا مستمتعين عن مكرة أداء الموارد البشرية أو موضوع الموارد البشرية. تمام، هنكتفي بالقدر ده النهاردة، مش هحاول أزود عليكم زيادة. يلا نبدأ نحاول نحل المشكلة ديت، ولو في أي استفسار خلال الأسبوع ممكن تقدروا تبعتولي على البيتش وأقدر أساعدك بقدر الإمكان. لو أنت عاوز خلال يوم السبت، قبل يوم السبت ممكن تقدر تبعتلي في أي وقت على البيتش عندي، وإن شاء الله أقدر أساعدكم بقدر الإمكان. أشوفكم على خير إن شاء الله يوم السبت الجاي، ونستكمل ما بدأناه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.